بيدخلوا رد رد مش حاجه لنفسك، هي اللي بتسال على فكره مش انا. انا نهى محب، عندي ولد وبنت، يوسف 16 سنه وكارن 12 سنه. انا اسمي يوسف رومي، عندي 16 سنه. الجيل ده فيه شويه انانيه عن الجيل اللي قبله والجيل اللي قبله عن اللي قبله، يعني تطور الحياه بالنسبه لهم بقى فيها حاجات كتيره قوي 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 متاحه في كل حاجه، كل حاجه حواليهم. يعني هو يوسف مش يعني مش من الولاد اللي بيصمم يجيب الحاجه، يعني بيقول لي مثلا عايز ده اقول له يوسف لا الظروف دلوقتي ما تسمحش، ظروفنا مش سامحه بده. مش من الولاد اللي يقاوح كتير بصراحه، لا يعني من النوع اللي بيقدر الظروف. اكيد احنا لينا يد في انهم انانيين، ده اكيد. هو احنا مشكلتنا الاهل في الجيل ده ان من كتر ما زي ما الولاد برضو طموحاتهم كتير قوي شايفين حاجات كتير قدامهم، احنا كاهل غصب عننا عشان عايزين نبسط ولادنا فبنحاول دايما نخليهم عند المستوى اللي حواليهم وبنفس المستوى اللي حواليهم، فبنجيب لهم حاجات وبندوس على نفسنا علشان نبسطهم، وده غلط، ده مش صح. انا بعترف ان ده مش صح. اكيد حصل في حاجات كتيره زنيت عليها عشان اجيبها يعني، بس صراحه ما قالوش لا، يعني هو كنت لازم مجهود مني شويه، بس كانوا يعني كانوا بيوافقوني. لو في حاجه انا اقترحتها ومش عاجبينهم مش عاجبينهم خالص اكيد هيرفضوا، بس اغلبيه الاوقات لا، هو يعني بيوافقوا سايبيني حريه، بس اللي هو مش اوفر بقى، يعني مش اللي هو بيقول لي مثلا ارجع على البيت مثلا كذا، لو اكون مثلا مع اصحابي واصحابي مثلا كلهم هيتاخروا وبتاع بيقولوا ماشي، بس مش هم فلكسبل شويه، بس مش سايبينها على البحر يعني. ولاد الجيل اغلبيه تفكيرهم او بدايه تفكيرهم بتبقى كده، يعني اول حاجه يفكروا فيها احنا عايزين ايه نقوله، مش مهم ينفع ولا ما ينفعش، احنا هنقوله كده او كده. اللي بيفرق بقى حد عن حد انه لما يجي يقول اللي هو عايزه لا الاب والام لا ده مش هينفع فبيسكت، او حد تاني في الجيل لا انا عايزه كده او كده تصرفوا. اهلي بيتدخلوا في اختياراتي، بس يعني ده طبيعي، لازم يقول لي طبعا ايه الصح، يعني مثلا ما مش هختار اي حاجه وخلاص هم يوافقوني. فين التربيه بقى؟ طمرت في التربيه الحمد لله. يعني هم ادرى، هم يعني اكبر مني في السن، هم عارفين يعني عارفين مصلحتي. مصلحه مصلحتي كلمه راحت. عارفين مصلحتي اكتر مني. كمان يعني بحسهم هم عارفيني كويس، يعني هم بحسهم قريبين مني شويه. شويه قريبين يعني عيله مترابطه.